السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وحبايبي الصيادين، اهلا وسهلا بكم في قناتكم صيادين رحال. النهاردة ان شاء الله الجزء الثاني من الفيديو رحلة الى الماء المجنونة، رحلة لصيد الغلة في الماء المجنونة. مشيت الله النهاردة جمعت لكم كل الغمزات المباشرة، هنوري لكم حصيلة الرحلة في اخر الفيديو ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم اخوكم سامح الخوالقة، ما تنسناش باللايك، اشترك عندنا في القناة، مشاهدة ممتعة للجميع باذن الله. يا عجوز ولا سيد هذا سيء عشان هيا عندك لسه في الماء يا عم، اصبر بقى استنى ما صورتش يعني. لا يا معلم السيد المعظم هو معاه سمكة نادى علينا، طلعنا نجري نصوروه ونشوفه لو محتاج مساعدة. العب يا معظم، اقعد بس اقعد بس اقعد بس اقطع الفرد. صلاة النبي، الله اكبر الله اكبر. العب يا معظم العب. جينا للحته مش مكفيني. الله ينور يا معظم. قاعد البقى ايوه كده، قاعد له كده، امسك قاعد البقى خليك معايا لتيجي ولا لا 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 عسل انت حماد والله. يلا تمام السمكة كده دخلت على المراية. السمك كده بدأ يدخل على المراية اهو، سمك حلو يعني على البركة. يا مساء الحق، طبعا المية كلت معانا بعد الظهر يا جماعة. يا ريت طبعا بعد ايه، بعد كل سمكة كده تيجي رامي ايه الحبيتين الغلة عشان تفضل مزود السمك ايه قدام منك. أربع حبايات قدام الغماز وشوية حلوين كده على المراية يعني.
والله بدأت تشتغل يا جماعة، ربنا كريم يعني، بسم الله ما شاء الله. سمكة عافية. طبعا انا طولت يا جماعة من جوه خالص، يعني السمكة مش عارف مالها، خايفة ولا ايه؟ ما خدت سمكة حلوة اهي من جوه اول ما رميت، ويظهر ان الدنيا حلوة جوه اصلا. فان شاء الله هنحاول نشتغل على الطويل شوية، ربنا كريم. احلى صباح واحلى تحية، ان شاء الله فيديو جميل بيكم يا جماعة، ويا رب نكون تحت حسن ظنكم. يا كريم يا رب، المايه كده واكله معايا على الطويل كده.
طبعا هي كانت مريحه معايا بقالها شويه حلوين يا جماعه، وجيت لما قصرت الوش اكتشفت ان في سمك تقيل على المرايه، فما كنتش واخد بالي يعني، كانت معايا على القصير خالص. طبعا يا جماعه برضو ايه، في سمك انا لسه جايبها اهي على البركه يعني، سمكه حلوه يعني ما شاء الله الحصيله يعني لا غبار بيها. الله كريم، هنروحوا بسمكتين حلوين البيت ان شاء الله، ربنا المستعان. هنركز شويه انا بقى على المرايه، على الله نعرف نصور لكم، عشان انتوا زي ما انتوا شايفين الايه الشمس اهيت في الدور. لو لقيت نفسي مش هنعرف نصور تبقى دي نهايه الفيديو. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.